صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 26 لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة جاء فيه المادة الأولى يعاد تنظيم وزارة الصحة وذلك على النحو الآتي وزير الصحة ويتبعه أولا إدارة الاتصال ثانيا وكيل الوزارة ويتبعه واحد الوكيل المساعد للصحة العامة وتتبعه ألف إدارة الصحة العامة ب إدارة تعزيز الصحة اثنان الوكيل المساعد للطب النفسي والرعاية الخاصة لكبار السن ثلاثة إدارة الموارد البشرية والمالية المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 67 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة